ازيك يا حبيبتي؟ نعم يا ماما. عايزاكي تركزي في الامتحان يا مكة وتجيبي درجة حلوة يا مكة. حاضر. ماشي يا حبيبتي، مش انت مذاكرة كويس؟ ايوه يا ماما مذاكرة، بس المادة صعبة قوي. بصي يا مكة، اول ما تاخدي ورقة الامتحان هتسمي ليه كده وقيتي وحلي بالراحة، ما تستعجليش في الحل. حاضر يا ماما. ماشي يا حبيبة قلبي، عشان ماما ما يتكلمش معايا لو جبتي درجة وحشة. ماشي يا ماما. عايزاكي تبقي من الاوائل يا مكة. حاضر. ماشي يا حبيبتي، يلا روحي المدرسة وانا رايحة الشغل. ماشي يا ماما. قلبيك على نفسك يا حبيبتي. حاضر، مع السلامة. مع السلامة يا حبيبتي. انا كنت لسه جايلك يا امنيه. مالك يا مكه زعلانه ليه كده؟ اصل يا امنيه امبارح طول الليل ماسكه الكتاب وقاعده بذاكر وانا مش فاهمه اي حاجه، وكمان ماما قالت لي ذاكرت يا مكه، رحت قايله لها ايوه ذاكرت، وبعدين يعني يا امنيه الماده صعبه جدا، وانا لو ما جبتش درجه حلوه وطلعت الاولى على المدرسه بابا مش هيسيبني. عندك حق يا مكه، فعلا الماده دي صعبه قوي، وكمان عايزه اقول لك على حاجه، انا كمان مش مذاكره، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا عندي فكره حلوه قوي هعملها في لجنه الامتحان، وهتخلينا كلنا ننجح ونطلع الاوائل ونغش. بجد يا امنيه؟ بجد. يعني انا هنجح وهطلع من الاوائل وبابا مش هيزعق لي؟ كلنا هننجح ونغش مع بعض. وهيجيب لي هديه؟ ايوه يا مكة. انا بشكرك قوي يا امنيه. تعالي يلا يا مكة. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا. شكرا يا مستر محمد. جاهزين للامتحان؟ جاهزين. كل واحد ركز في الورقه بتاعته. ماشي يا مستر محمد. ازيك يا بنت الناصر؟ الحمد لله. يلا كل واحد يكتب اسمه. يلا. زمن الامتحان ساعة واحدة، يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. يلا كله ركز في ورقته. مستر. يا أمنية. عايز أكون حمام. أنت لسه في أول الامتحان يا أمنية. معلش. بعد نص الوقت. مستر عشان خاطر. اتفضلي. شكرا. ما تتأخريش يا أمنية. حاضر. جدع. شاطرة يا بنت الناصر. ركزي شوية يا مكة. يلا كل واحد يبص في ورقة. كلكم خلصتوا الامتحان؟ أيوه. خلاص. أيوة يا أمنية. انا خلصت وحطيت التليفون في الشنطه. غشيتوا؟ ايوه يا أمنية. انا غشيت من الكراسه وخلصت. ماشي. وانا كمان يا أمنية غشيت من الكتاب وحطيته في الشنطه. وانا غشيت من التليفون وحطيته في الشنطه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. اتفضلي. انا اول ما لبست الوش المخيف على طول رحت فجعت استاذ محمد، ده اتفجع خالص، ده جابان خالص، واغمى عليه على طول كمان. وخلاص انا بقى شلت الوش ده في الشنطة. ايوة يا امنية. وكده مفيش حد يعرف اللي احنا غشينا خالص. بس ايه رأيكم؟ فكرتك حلوة. ايه ده بقى؟ حلوة قوي يا امنية. انا هطلع الاولى وانت تطلعي الاولى وكلنا نطلع الاول. ايه؟ انت عارفة بقى يا امنية. برافو عليك. كلنا هنطلع الاول.
بتهزري؟ انا سمعت كل كلمه انتوا قلتوها. مستر محمد، مستر محمد، يا عم محمود، يا عم محمود. ايوه. اللي انتوا عملتوه ده كلكم هتتحاسبوا عليه. طب لا، وكلكم استدعاء ولي امر. انتوا عارفين لو مستر محمد جراله حاجه انتوا هيحصل فيكم ايه؟ والنبي، انتوا ممكن تاخدوا رفض نهائي من المدرسه، ما تدخلوش المدرسه ابدا. عم محمود لو سمحت، يا عم محمود خدي مستر محمد ودهولي بسرعه عياده المدرسه. في حاجه ولا ايه؟ الاول يا محمود، بعد كده افهمك لو سمحت. خلاص يا نيلي، بالراحه يا عم محمود. يا مستر محمد، بالراحه 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 عليه يا عم محمود وطمني. اما انتوا بقى قدامي كده على اوضه المدير عشان تعلموا كل ده ولا ايه؟ ينفع اللي انتوا عملتوه دوت؟ لا يا بابا. بابا؟ اه. انا هنا الناظر، هتقولي يا مستر احمد، فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا يا بابا. بابا دي في البيت. لا. خدي هنا. نعم. احكي لي اللي حصل. دي امنيه يا بابا، هي يا بابا اللي معاها الوشي وخوفت مستر محمد عشان تغش من الكتاب. ينفع كده؟ ما يا مستر. ينفع اللي انت عملتيه دوت في مستر محمد؟ انا اسفه والله العظيم، انا اسفه، بس انا ما كنتش عارفه اللي كده هيحصل والله. مش عارفه؟ وانت يا مك؟ يا رب سلم، يا رب ربنا معاك يا مستر محمد، يا رب ربنا معاك يا مستر محمد، يا رب سلم. عم محمود طمني على مستر محمد، ايه اللي حصل له؟ حجزوه في المستشفى. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ صدمه عصبيه حاده جدا. لا اله الا الله، لا اله الا حول ولا قوه الا بالله. حجزوه. ربنا معايا، يا ربنا معايا والله يا مستر محمد، ربنا معايا بالسلامة ان شاء الله. يا رب يا رب. طب انا اروح ابلغ مستر احمد. عن اذنك عم محمود. ماشي اتفضلي. لا حول ولا قوه الا بالله، والله يا استاذ محمد ما في اطيب منك في المدرسه كلها. انا ماليش دعوه، هي امنيه وحشه وهي اللي بتعمل الحاجات الوحشه دي. هو انا غشيت من الكتاب، بس هي امنيه السبب. بابا انت ليه عملت كده بقى؟ ليه ما جيتيش قلت لي على طول؟ عايز تنجحي؟ طيب قوليلي. مستر انا ماليش دعوه، امنيه هي السبب. نعم. هما التلاته هما اللي غشوا من التليفون. مستر احمد للاسف في خبر وحش. ايه؟ طمنيني على مستر محمد. مستر محمد اتحجز في المستشفى، ان هما قالوا اتعرض لصدمه عصبيه حاده جدا. صدمه عصبيه؟ ايوه. وطبعا ده نتيجه الخوف اللي هما خوفوه. يعني يرضيكي كده يا امنيه؟ اللي حصل لمستر محمد دوت يحصل لباباكي؟ لا تمام. يعني يرضيك يعني مستر محمد النهارده بات في المستشفى وما روحش لعياله؟ لا. يرضيك انت باباكي ما روحش ليك النهارده؟ لا ما يرضينيش. انت هتاخد رب واستدعاء ولي الامر. تمام؟ واقول لك حاجه، صحابك كلهم باعوكي، قالوا انت اللي عملت كل حاجه، والامتحان دوت هيتلغى وهيتعاد تاني، واللي حصل لمستر محمد دوت مش هيعدي غيرها بالسهل. تمام؟ طب انا اسف. وهتقفوا هنا في الحوش، كل اصحابكم هيبصوا عليكم. تمام؟ تمام؟ تمام. تمام. ما تدخليش بكره المدرسه الا بولي امر. حاضر. تعالى مساء. اتفضلي طلعي لي وش عشان المدير عارف. حاضر. طب والنبي انا اسفه والنبي. امنيه اللي انتوا عملتوه ده غلط. اللي انت عملتيه ده غلط يا امنيه. حرام عليكم يا امنيه، ده شكله مخيف قوي قوي. ربنا معاه مستر محمد ويقيمه بالسلامه يا رب. ليه كده بس يا امنيه حبيبتي؟ مين جاب لك الوش ده؟ الوش ده؟ ايوه. انا ماما كانت جايبه لي في عيد الهالوين. في الهالوين؟ برضه يا امنيه تستخدميه كده؟ يا امنيه تستخدميه استخدام خاطئ؟ مش المفروض يا امنيه حبيبتي قبل ما تستخدمي حاجه تعرفي اذا كانت الحاجه دي صح ولا غلط يا امنيه؟ صراحه يا امنيه انت غلطت غلط كبير جدا يا امنيه. وربنا ادعي بقى لمستر محمد ربنا يقومه بالسلامه. انا اسفه. اتفضلي معايا، اتفضلي معايا يا امنيه. مكة حبيبتي عملتي ايه؟ بصي يا ماما. في ايه مكة مالك؟ هحكي لك اهو، انا هقول لك بس ما تزعقليش. ايوه قولي لي، عشان ابوكي لسه مكلمني قال لي مكة عملت ايه. قلت له انا لسه رايحه مكة وهكلمك واقول لك. بصي يا ماما،
اصل امنيه صاحبتي كانت معاها وش، وهي اصلا ما كانتش مذاكره، وانا برضو ما كنتش مذاكره، ما كانش في اي حد من صحابي مذاكرين، كله مش مذاكر. انا مش سالك الصبح قلت لي يا منى مذاكره، وقلت لك امسكي ورقه الامتحان وسمي الله وهتحلي يا مكه. يا ماما ما انا ضحكت عليكي يا ماما. ليه وما ذاكرتيش ليه يا ماما؟ انا كل ما اجي امسك الكتاب يا ماما مش فاهمه اي حاجه. ايوه قولي لي يعني ايه اللي حصل يعني. بصي بقى، مستر محمد دخل وزع علينا ورق الامتحان، فراحت امنيه فجعاه بالوشر يا ماما. وعارفه كمان المدير قال لي ما تجيش غير بكره غير باستدعاء ولي امرك، ومس ايه جت وقالت لنا ان مستر محمد في المستشفى وجاله صدمه عصبيه. ماشي يا مكه، والله العظيم ما سايباكي وهقول لابوكي عليكي. انا اروح المسا اقول لها ايه؟ اقول لها بنتي بتغش وطلعوا وش يفجعوا مستر محمد؟ يا ماما لا يعني. اسفه يا ماما على قدري يا ماما، اوعي تقولي لبابا. والله العظيم لا اقول له يا ماما. ماما مش عايزني يا ماما والنبي يا ماما. لا هقول له عشان انت تستاهلي، وهمنعك من كل حاجه بتحبيها يا مكه. انا اسفه يا ماما، اقول له اخر مره والله. عشان تتعلمي بعد كده تذاكري وتحلي في ورقه الامتحان وما لكيش دعوه بحد. عشان غدر مالك بصحابك انت؟ اسفه والله. لا مش اسفه، قدامي على البيت. يلا قدامي على البيت. يلا حاضر امشي يلا.